هنروح لنموذج تاني من النجاح والتفوق، رنا إيهاب. رنا في سنة تانية ثانوي قدرت إنها تقدم 3 أبحاث في علوم الفلك، وبالتالي خدت منحة من وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء. مبروك لرنا التفوق العلمي والبحثي، وطبعا احنا عندنا نماذج كتيرة محتاجين بس نلقي الضوء عليها ونتبناها ونشتغل عليها، لأنه في كتير جهات برة ممكن يختطفوا رنا وكل المتفوقين ويحصل شغل بيهم رائع احنا أولى بيه. نشوف رنا إيهاب في التقرير اللي جاي وبعده فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله فقرتنا الرئيسية النهاردة اللي هيشرفنا فيها محافظ المنوفية دكتور هشام عبد الباسط. نعم، المستقبل تتحدى من قلب مصر ارتباط البحث والفكر بالإمكانات العمرية. من داخل أحد البيوت المصرية تعرج رنا إيهاب طالبة الصف الثاني الثانوي إلى عالم الفضاء عبر بوابته العظمى وكالة ناسا الفضائية. قصة موهبة وإبداع جئنا للتعرف عليها. الموضوع بدأ معايا من وأنا في رابعة ابتدائي، كان عندي أول درس في الساينس بتاعي اسمه سولار سيستم، فبدأت من وانا عندي 10 سنين احب الموضوع وعايزة بقى اكتشف عنه، وشايفة موضوع ميستري قوي، عايزة اعرف هيوصل لي لايه وهيوديني لايه. كل اللي بيستفيد من الشمس بيستفيد منها بالضوء والحرارة، محدش فكر انه يستفيد منها قبل كده بالموضوع بتاعي بالكهرباء. ان تكون متفوقة علميا ليس بالضرورة ان يصاحبه تفوق دراسي، هكذا تؤكد رناء التي وجدت صعوبة في تجميع معلومات أبحاثها الفلكية. الميول الدراسية ملهاش أي علاقة بالميول العلمية. الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت بتحبها لازم تتفوق فيها، لأن انت بتحب ان انت تعملها، دي حاجة زي هواية. إنما انت مجبر ان انت تقعد تحفظ ده، تدخله في مخك عشان تخش الامتحان تكتبه وتاخد درجة، انت استفدت منه، انت ما استفدتش منه أي حاجة خالص. رنا صاحبة 18 عام كرمت من قبل وزارة التعليم العالي، وتطرح فكرة لإنشاء مدرسة تتبنى الموهوبين علميا من صغار السن. نعمل لهم مدرسة للناشئين يبقى فيها كل اللي هم محتاجينه، معلومات، كتب، لو هم محتاجين مثلا أدوات يبقى موجودة، لأن إحنا هنا بدل ما مصر تطلع عالم أو 2 في السنة طلع 50-60 في السنة. صدق من قال يوما إن مصر ولادة، ورناء أكبر مثال لهذه المقولة رغم تحديات واجهتها، لكن إصرارها تغلب على كل صعابها. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم.